شنو الأصوات اللي كنت تسمعها في تلك اللحظات؟ يعني قبل الضرب؟ لا بعد أن نفذت أنت. أي لا كان طبعاً كانوا كلهم ملتمين فوقي صاروا وسدون بحلقي وأنا مو ضليت أغلط وكذا وقول قتل العراقيين. أسمع صوت يقول له سدوا حلقة سدوا حلقة. أجوا الحماية مال المالكي يقولون بس سدوا حلقة حتى لا يحكي زين. وطبعاً صار الضرب بالقاعة يعني أنا أنفي وأسناني وكنت عنا أيضاً تقريباً شبه طافية بنفس القاعة ما عدا طبعاً التعذيب على الرأس. يعني ها شفت خير قدام الكاميرات. طيب شو يسوون بالناس وراء الكاميرات؟ يعني أنا صحفي وسواله فعله هسه مجنون عنده قضية مدفوع كلها قالوها. فأنا قلت لهم ماكو يابا لا دولة وراي ولا مخابرات دولية وراي. طبعاً ما خلوا شيء ما جابوا علي صفوطوا الحزب السابق بالعراق البعثيين هيئة علماء المسلمين دزتك سيد مقتدى الصدر دزك ما أعرف منه جابوا بس مخابرات موزمبيق ما حطوها بالنص. قلت لهم يابا هسه تم ليش تعذبوني؟ قلت لهم خلصوا من عندي اعدموني وروحوا بالبيت تلقون فيديو مكتوب عليه تصريحي موجود بالكنتور كاتب عليه تصريحي شوفوه راح تروحون تلقون انه موضوع بسيط جدا من شخص بسيط جداً